بسم الله بالامن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته على ارواحنا جميعا امين. النهارده انجيل هذا الصباح بيتكلم لنا عن مجيء المسيح الثاني. بولس الرسول بيقول ايه يا ريت نطلع من بيها النهارده ونحفظها كلنا مع بعض، لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح، لأن كل واحد ما كان بالجسد ما صنع خيرا أم شرا. لازم كل واحد يفتكر أننا كلنا بدون استثناء حنقف أمام كرسي المسيح ونسأل عن حياتنا في أثناء عمرنا وفي أثناء وجودنا بالجسد، في كل فترة وجودنا في الجسد حنسأل عن كل ما عملناه من خير ومن شر. والكلام ده ما فيهوش هزار، حتقف لازم امام كرسي الله. عشان كده ابونا في القداس كل يوم بيفكرنا بالحاجه دي، ويقول في القداس الذي سياتي في مجده من حافظ ليدين الاحياء والاموات ويجازي كل واحد فواحد على حسب اعماله. الرب يسوع المسيح يا أحبائي، من أهمية هذا الموضوع إن المسيح يجي ويدين كل الناس، أدانا أمثلة كثيرة، أدانا مثل العذار الحكيمات والجاهلات، وقال في خمسة حكيمات وخمسة جاهلات، وجات اللحظة اللي حتحاسبوا فيها الخمسة دول والخمسة دول. الحكيمات كانوا مستعدات ولموا زيت في مصابحهن، وجاء العريس وأخذتهم مع السماء وأغلق الباب. الجاهلات كانوا نايمين وقالوا لسه بدري، ودي حيلة الشيطان إنه مش بيقول لك ما تتوبش لأنها حرب مكشوفة، وإنما بيقول لك توب لكن بكرة، وبكرة ده يجي فجأة ويلقاك مش تايب. وبعدين فعلا جاء بكرة للعذار الجاهلات ولقاهم مش لمين زيت، فحتى ما صحوا وعايزين يلموا زيت وقفوا قدام الباب يقرعوا على الباب يا رب افتح لنا، رفضهم وقال لهم من أين أنتم أنا لا أعرفكم. ودانا مثل أيضا، مثل حاجة اسمها وزن الوزنات. كل واحد ربنا مديله وزنة يتاجر ويربح بيها. ربنا مديك وزنة في عيالك، ما ربنا مديك وزنة في فلوسك، هكذا. فواحد اداله خمسة وزنات تاجر بها وربح، وواحد اداله وزنتين تاجر بها وربح، وواحد اداله وزنة لم يتاجر بها أخفاها في الأرض وما استعملهاش. فجاء السيد ليحاسب الناس، فوجد صاحب الخمسة وزنات والوزنتين تاجروا فربحوا، وقال لهم ايه؟ نعم لك ايها العبد الصالح والامين، ادخل الى فرح سيدك. لكن اللي عنده وزنه واحده ده واللي اخفاها وما تجرش بيها، قال له ايه؟ ايها العبد الشرير والكسلان، خذوه يا ملائكه واطرحوه في الظلمه الخارجيه. كل واحد ربنا مديله وزنه هيتاجر بيها ولا مش هيتاجر بيها ويربح. ودانا مثل الناس اللي بتطنش الفقراء، وقال للناس اللي هم ساعدوا الفقراء وأطعموا لعازر المسكين والجعان، وقال لهم تعالوا إلي مباركي أبي رسل ملك المعدة لكم قبل إنشاء العالم. طب ليه يا رب ندخل السماء؟ لأن جعت أطعمتموني، عطشان سقيتموني، عريان كسيتموني، أدخل إلى فرح سيدك. لكن الناس اللي كان كل همهم نفسهم وبس، لم يساعدوا أحد، قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. ليه يا رب احنا ما دخلناش السماء؟ هل ما كناش بنصلي؟ هل ما كناش بنصوم؟ هل ما كناش بنيجي الكنيسة؟ لا، بتعملوا ده كله، ولكن لأني لم جعت ولم تطعموني وعطشت ولم تسقوني، كنت بتشوف لعازر المسكين قدامك ومش بتسأل فيه، اطلع برا.
لأننا جميعا سوف نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا عن ما عمل من خير وشر. هل المسيح كان له كرسي على الأرض؟ خالص المسيح كان يقعد على الأرض، وده اللي جيته العذراء مريم أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، ولكن المسيح في السماء له كرسي وهيقعد عليه. المسيح لما جاء في المجيء الأول قال ما جئت لدين العالم ولكن لأخلص العالم. لما جاء في المجيء الأول جاي في دينا ويخلصنا من الهلاك الأبدي، وده اللي بنقوله في القداس، بنقول إيه؟ الذي يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات ويجازي كل واحد على حسب إيه؟ أعماله. يقوم الشعب يصرخ من وراء أبونا لما أبونا يقول الحتة دي، يقول إيه الشعب؟ كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. يعني يا رب من فضلك اليوم دع منا بالرحمة، ما تعملناش على حسب خطايانا. لأن لو قعدت تعدل لنا خطية خطية، إن كنت الأسام راصدا يا رب مين يقف أمامك؟ اوعى تصدق كلام الناس إنه ما فيش يوم دينونة، ده كلام الشيطان عشان يودي الناس كلها جهنم. منذ العهد القديم سليمان الحكيم قبل ما يجي المسيح ب750 سنة تكلم عن يوم الدينونة ده، قال ايه؟ اسمع خطام الامر كله، اتق الله، احفظ وصاياه، لانه يحفظ كل انسان للدينونة على كل خفي ما كان خيرا ام شرا. سليمان الحكيم قال لك خلي بالك، اسمع الكلام ده كويس وركز فيه. سليمان لخبط الدنيا كلها، زنى وعبد أوثان، رجع لعقله وقال اسمعوا يا جماعة اوعوا تعملوا زيي. اسمع خطام الأمر، الله سوف يحفظ كل إنسان للدينونة ويدين كل إنسان إن عمل خير وشر. وده اللي قاله بولس الرسول، لينال كل واحد منا على حسب ما فعل من خير ومن شر. دانيال النبي في العهد القديم قال نفس الكلام، الفاهمون يضيئون كالجلد والذين ردوا كثيرون إلى البر إلى ملكوت الله، أما الأشرار فيذهبون إلى الإصدراء الأبدي. الإصدراء الأبدي اللي قال عنه المسيح العذاب الأبدي. الناس اللي جابوا ناس إلى ربنا ردوا كثيرين إلى البر، دول حيدخلوا الملكوت، والناس الأشرار إصدراء أبدي. إذن الأبرار مكانتهم أبدية والأشرار مكانتهم أبدية، ما فيش فرصة بعد ما تموت تغير مصيرك أو تصلح موقفك. اللي دخل السماء بعد الموت يدخل إلى الأبد، واللي دخل النار بعد الموت يدخل إلى الأبد. ما فيش تغيير اتجاه، مش ممكن تصلح اللي غلط اللي عملته خالص. عشان كده الكنيسة كل يوم تنبهنا في صلواتنا، في صلاة الغروب تقول لنا ايه؟ يا رب احسبنا مع اصحاب الساعة 11، دخلنا يا رب السماء حتى مع الناس اللي دخلتهم في اخر حياتهم. وصلاة النوم نقول هو زان عتيد هامن حافظ ان اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة الذنوب. ونيجي في نص الليل نقول اعطيني يا ربي يا نبيع دموع كثيرة عشان ابكي على خطاياي قبل ما اجيلك يا رب. عشان كده يا احبائي المسيح قال الكلمة دي، من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده؟ يا بخت العبد الامين، يا بخت العبد الامين، ويا ويل العبد الشرير الذي يقول في نفسه إن سيدي يبطئ قدومه. المسيح مش جاي دلوقتي، ده الشرير. يأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد ها في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة الذي لا يعرفها،
يشقه من وسطه وجعله مع عديمي الإيمان. كلمة صعبة. الأمين يدخل السماء. أمين في صلاتك، أمين في عشورك، أمين في صومك، أمينك في علاقاتك مع ربنا، أمين في علاقاتك مع الناس. أي حاجة في الدنيا دي أمانة. اللي عنده أمانة يدخل السماء. اللي ما عندوش أمانة يأتي زي ذلك العبد إيه؟ يشق من وسطه. شق من وسطه. إزاي يا رب تشقنا من وسطنا يعني؟ كلمة صعبة. إذن المسيح يا أحبائي تكلم عن يوم الدينونة، وكل مرة بيقول أنا جاي، لكن مش بيجي. كل مرة بتسمع عظات زي كده بيقول أنتوا بتخوفونا ليه؟ ده ربنا رحيم. أحبائي ربنا مبطئ مجيئه، أو مش عايزك دلوقتي تجيله. ليه؟ لأنك مش مستعد. بس حيجي اليوم اللي حياخدك فيه حتى لو مش مستعد. لكن الله لا يشاء موت الخاطئ مثل ما أن يرجع ويحيا نفسه. بنقول يوم الرب قريب، يوم الرب قريب. وقول لك يا جماعة كل يوم واحد استعد، لكن مش بيجي أو مش بتمشي له أنت بسرعة. ليه؟ لأنه لا يشاء موت الخاطئ. مش عايزك أنت الخاطئ تهلك، فسايبك. لكن سايبك ليه؟ أم تستهين بلطف الله وإمهاله غير عالم إن لطف الله يقتادك إلى التوبة؟ أنت بتستهين بلطف ربنا عليك عشان ما خدكش لحد دلوقتي؟ لطف الله ده عشان تتوب. خلي بالك، مخيف هو الوقوع إيه؟ في يد الله الحي. النهاردة يا أحبائي في ناس ابتدت تشرب الخطية زي المية. النهاردة الناس قاعدة تجيب سيرة الناس وتضحك على الناس وتتريق على الناس ويقول لك عادي. عادي ازاي يعني؟ عادي ازاي؟ الناس النهاردة ابتدت تتفرج في النت في المناظر الوحشة في الأفلام الإباحية ويقول لك عادي. عادي ازاي؟ ده الزنا. وكل من نظر إلى امرأة اشتهاها زنى بها في قلبه، والكلام على الستات. وكل من نظر إلى رجل فاشتهته زنت به أيضا. إزاي عادي؟ النهاردة الناس بتخاصم بعض وبتدين بعض وبعدين يقول لك عادي. عادي إزاي؟ كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. النهاردة الناس بتشتم عادي في لسانها. إزاي عادي؟ كل من قال لأخيه يا أحمق يستوجب إيه؟ نار جهنم. كلمة أحمق بس تدخلك النار. طب كلمة أحمق دي يعني زي سلام عليكم إحنا عندنا يعني. طب إزاي؟ أحبائي ناس بتقول إن ربنا حنين وليه بتخوفونا وربنا طيب. زي ما ربنا حنين زي ما ربنا عادل. زي ما فيه صفة الرحمة أيضا فيه صفة العدل. أحبائي كلنا حنقف قدام كرسي المسيح لنقدم حسابا. اللي ماخد باله أنه حيقف قدام كرسي المسيح هيحاسب على كل كلمة يقولها، على كل تصرف هيعمله، على كل نظرة هيشوفها، على كل يوم بيعدي ومش بتتوب، وعلى كل دقيقة بتعدي ومش بتتوب فيها لو متذكر انك حتقف قدام كرسي المسيح. احبائي لما نقف قدام كرسي المسيح ومش مستعدين ايه موقفنا؟ ليس لي حجة ها ولا معذرة. كل فم يستد ولا يستطيع الكلام. فيش حد يقول كلام ابدا. هل تقدر تقول في أيام ما كانش في ناس عدلة؟ مين قال؟ هل الناس دوم عمورة يقولوا ربنا في أيامنا ما كانش في ناس كويسة؟ يطلع لها لوط الوحيد الذي خلص. هل الناس الطوفان ممكن يقولوا ربنا ما فيش ناس كانت عدلة عشان كده هلكنا؟ يطلع لهم إبراهيم أو نوح.
نوح الذي كان في الفلك ومعه ثمانية أنفس، عياله ومراتات عياله الثلاثة ومراته. إزاي ما فيش ناس عدلة في أيامك؟ هل ممكن تقول أنا ما كنتش عارف؟ لا عارف، ما سمعتش؟ لا سمعت، وسمعت عظات بعدد شعر راسك، لكن تطلع من الكنيسة وتنسى كل اللي اتقال. هل ممكن تقول ملناش كنايس؟ لك ليك كنايس. ملناش أب اعتراف؟ لا ليك أب اعتراف. ما خدتش فرصة؟ أخدت فرصة، أخدت فرصة بدل 100 مليون. أحبائي، لما تفتح باب الهيكل إيه في وشك؟ حد يعرف إيه في وشه؟ كرسي المسيح. المسيح قاعد على الكرسي. كل ما انت واقف بتصلي في الكنيسة اتذكر المنظر ده، كرسي المسيح، والمسيح قاعد وماسك الكرة الأرضية ومكتوب فيها كلام. مين عينه يجيب الكلام؟ يدينا المسكونة بالعدل، مكتوب كده في الكرة الأرضية. والمسبح ده فيه الكرسي الخشب، صندوق الخشب ده اللي بنحط فيه الدم ده بنسميه الكرسي. فالمسيح قاعد على الكرسي، والمسبح بنسميه الكرسي لأنه عرش الله، لأن فيه الجسد والدم. أبونا لما يقف قدام المسبح كأنه نفس الوقفة اللي حيقفها قدام كرسي المسيح، نفس الوقفة أمام الكرسي، ومعاه أيضا الشمامسة، وانت ورانا نفس الوقفة اللي واقفها في الكنيسة حتقفها دلوقتي في اليوم الأخير أمام كرسي المسيح. أحبائي، لما نفتح ستر الهيكل نقرأ أول حاجة الذي يدين المسكون بالعدل، عشان الكنيسة بتفكرك بيوم الكرسي، بيوم الدينونة. المسيح في المجيء الأول جاء رحيم، وجاء ليس ليدين الناس، وكل واحد يجي يقول سامحني يا رب، يقول له مغفورة لك خطاياك. لكن في المجيء الثاني غلط، مش هيعمل كده خالص. طب ربنا يحابي حد في يوم الدينونة يقول له عشان خاطر أنا رب؟ أبدا. طب أنت أبويا، إن كنتم تدعونه أبا، بنقول يا أبانا الذي في السماوات، لكن الأب ده لا يحكم، يحكم بغير محاباة، على حسب كل واحد إن كان خير أو شر. مهما قلت يا أبانا، وده أبوك في السماء، لكن في السماء ما يعرفش حد. في السماء ما فيش أم رحمين أبدا. في السماء يقدر أنا أقول يا أبونا يا رب أنا كنت كاهن وعشان خاطري كنت كاهن دخلني السماء؟ أبدا، ولا ينفعني كهنوتي، ما كنتش طيب ما ادخل السماء، ما ادخلش السماء، ولا الشمامسة، ولا رئيس الشمامسة، ولا الخدام، ولا أمين الخدمة، ولا الأسقف. وهقول لكم إزاي الأسقف نفسه إذا ما تبش ما يدخلش السماء. على كرسي المسيح الله مش عايز ألقاب أبدا، الألقاب دي تنتهي أمام كرسي المسيح. مش عايز كتبه وفريسيين في الكنيسة، عايز ناس بتنفذ وصية الله، عايز ناس مستعدة. لكن الكتبة والفريسيين دي ربنا عايز قلب متواضع. سيبك من الألقاب دي، أبونا ولا أخونا ولا شمامس ولا، ربنا عايز قلب متواضع. القلب المتواضع لا يرزقه الله. إذن كل واحد فينا حيقف قدام كرسي المسيح يوم الدينونة، لو متذكر الكلام ده فكرك حيتظبط، وعينك حتتظبط، ولسانك حيتظبط. لكن إحنا ليه بنشرب الخطية زي المية؟ لأنه مش فاكرين كرسي المسيح. أحبائي، داود النبي يقول إن نسيتك يا أورشليم ها تنسى يميني. أورشليم هي السماء، إذا نسيت السماء يمينك تقع كده، تبطل تصلي، تدلدل يدك كده خلاص، نسيت السماء هتصلي ليه؟
لكن لو تذكرت السماء ويوم الدينونة والكرسي ترفع يمينك وتصلي وتصوم وتضرب مطنيات وتخدم وتحب الناس وتسامع الناس، كله عشان ايه؟ عشان يوم الدينونة الذي سوف يجازي كل واحد على حسب أعماله. هتقدر تقول يا رب ما اديتنيش فرصة أعمل عمل خير؟ أداك فرص بدل فرصة 100. هتقدر تقول أنا ما قدرتش أساعد مريض ولا تعبان؟ أهالينا في السودان هم مرميين في مصر، لا لاقين ياكلوا ولا يشربوا بالكوم. هتقدر تقول مش عارف حد فيهم؟ عارف، بس أنت مطنش. هتقول إيه؟ خلي الفلوس تنفعك ولا تنفعك بحاجة، ولا الفلوس تنفعك إذا أنت ما وزعتهاش بيدك خالص. حتى لو وزعوها عيالك مش محسوبة لك أبدا. هل تقدر تقول أنا ما قدرش؟ ما الداخل زي اللي طالع ما عنديش فلوس؟ يطلع لك المرأة بتاعت الفلسين التي أعطت كل أعوازها في الصندوق، تقول إيه قدام المرأة دي؟ هل تقدر تقول أنا أخويا ما صلحتهوش أصله كان مفتري وظلمني في الورث ومتنا إحنا مش متصالحين؟ يطلع لك إبراهيم ولوط. إزاي إبراهيم ساب للوط كل الأرض الخضراء وأخته الصحراء وقال له لا تكن بيني وبينك مخاصمة يا ولدي، وكان حبيب جدا وربنا عوضه الصحراء عملها له إيه؟ عملها له جنة. هل تقدر تقول أخواني ظلموني ولا تعبوني؟ يطلع لك يوسف الصديق. إزاي يوسف الصديق إنه سامح أخوانه بعد كل اللي عملوه وقال لهم أنتم قصدتم شرا والرب قصد خير؟ هل تقدر تقول أخواتي ظلموني ولا تعبوني؟ يطلع لك داود مع شاول، يقول لك شوف داود سامح شاول إزاي. شاول ما سابش داود ينام ليلة واحدة مرتاح من مغارة لمغارة ومن حتة لحتة، على الرغم أنه شاول وقع في يد داود مرتين، لكن داود قال له كيف أمد يدي إلى مسيح الرب. أحبائي كل يوم الكنيسة بتذكرنا ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من إيه؟ يشكر. ما فيش ميت دلوقتي بيذكر ربنا خالص، ومش حد في الجحيم دلوقتي بيصلي خالص. الحق نفسك طول ما انت لسه في الجسد، ممكن تغير موقفك، ممكن تصلح نفسك، لكن طالما طلعت الروح من الجسد ما فيش حد يصلي ولا يغير موقفه ولا يقدر يدخل السماء ابدا. عشان كده يا احبائي بولس الرسول كان كل همه مش هو اللي يدخل السماء، يدخل مع ناس كمان السماء. تخيل دخلت بولس الرسول معاه اليهود والأمم، ومعاه كهنة يهود، ومعاه ألفات من الناس خلصهم. فرحة ربنا معاه قدر إيه؟ تخيل الأنبا أنطونيوس داخل وراء ألفات من الرهبان يفرح ربنا. طب أنت جبت مين ربنا؟ فرحت مين؟ جبت مين من الشارع عشان تفرح ربنا؟ يا أخي ده حتى جيب أولادك، مش عايزين حد غير أولادك، عشان تقف كده قدام ربنا تقول له ها أنا والذين أعطيتنا إياهم لم يهلك أحد منهم يا رب. أحبائي نجيب ناس لربنا ونفرح ناس لربنا، بدل ما قاعدين ننم على بعض ونتكلم على بعض ونجيب سيرة الناس ونخاصم بعض ونلم فلوس. جيب ناس للسماء تفرح ربنا. بقول لك الأسقف نفسه مش مضمون يدخل السماء. ربنا لما قال ليوحنا الحبيب قل للأساقفة اللي عندك، سبع أساقفة عندي عليك، أنا قال لي السبع أساقفة، قال لهم كلمة واحدة في الأول، قال لهم أنا عارف أعمالك، أنت عندك أعمال كويسة وعندك أعمال وحشة. أنا عارف أعمالك الكويسة، صبرك وتعبك وجهادك وصلاتك وصومك كويس، لكن فيها لكن عندي عليك في حاجات وحشة لازم تصلحها، لازم تصلحها قبل ما تمشي، لازم تصلحها قبل ما تقف قدام الكرسي، وإذا ما صلحتهاش أأتي وأزحزح مرارتك من مكانها
وشكك من وسطك. الكلام لناس كبار في الكنيسة مش زي وزيك. طيب انت ليك اعمال كويسة محفوظة في السماء، طب اعمالك الوحشة قال لك الحق صلحها قبل ما تقف امامي. اقول لك قصة عن واحدة كان عندها كانسر، وبعدين ما عندهاش عيال، معها فلوس كثيرة، وبعدين راحت لابونا قالت له يا ابونا خلاص انا ايامي قربت وانا مش عايز الناس توزع الفلوس دي باسمي، لانه عارفه مش هتتحاسب لي. خد يا ابونا كل الفلوس، خد كل الذهب وزعها على الفقراء المساكين وانا عايشه. قال له طب انت من لسه عايز علاج؟ قالت له لما اكون عايز علاج ابقى اجي لك. ومشت السماء، فضلت لاخر لحظه في حياتها تعمل عمل خير. وانا وانت ممكن نفضل لاخر لحظه في حياتنا نلم فلوس ونحوش فلوس، ان كان بالحلال ولا بالحرام. حنوديها فين يا احبائي؟ وحنستفيد منها ايه؟ عشان كده يا احبائي خلي بالك، كل كلمه انت بتقولها مسجله في شريط ريكورد كده، ريكوردر كده بيسجل كل عمل كل تصرف. تخيل قعدوك كده في اوضه وقالوا لك كل كلمه بتقولها مسجله لك، هتكون حريص على كل كلمه بتقولها وعلى كل نظره بتشوفها. والشريط ده مسجل، الشريط ده في يدك دلوقت، ممكن تعمل له ديليت بالاعتراف بالتناول بمغفره الخطايا بالتوبه. لكن بكره الشريط ده في يد المسيح، هيفرجك على كل اللي انت عملته ان كان خير ان كان شر. تقول له يا رب اديني اعمل ديليت للشريط، مفيش، ما كان في يدك الشريط، كان في يدك، ليه ما مسحتوش؟ ليه احبائي؟ احنا لسه قاعدين في الجسد، ولسه قدامنا فرصه نتوب، ولسه قدام فرصه نرجع لربنا ونقول له يا رب سامحنا. والعطية مجانية، مغفرة الخطايا مجانا، لا تدفع قرش ولا تعريفة، تروح تعترف لأبونا وتأخذ من جسد الرب ودمه والخطية تتغفر، تجي من على راسك على الصليب لما تعترف مجانا بدون فلوس. النهاردة لو قالوا لك، النهاردة لو قالوا لك مغفرة الخطايا بمليون جنيه، كنت عملت ايه؟ وانت لميت المليون جنيه بأي طريقة؟ أنا خلصت، أنت لسه حد المية، عشان الناس تفتكر أنا لسه المية جاية مطول، لا مش مطول، خلصت. لو قالوا لك مغفرة الخطايا بمليون جنيه هتعمل إيه؟ صدقني ممكن تبيع عيالك عشان تلم المليون جنيه عشان مغفرة الخطايا مجانا وبدون أي فلوس. آخر حاجة أقولها لك، اتذكر كل وقفة انت بتقفها في القداس واقف قدام كرسي المسيح، لما الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، نفس الركعة هتركعها امام كرسي المسيح. للأسف الشديد يا احبائي لما بيقول الشماس اسجدوا لله بخوف ورعدة، الناس ماسكة موبايلاتها، الناس بتشوف مسجاتها، الناس بتبعت مسجات. يا حبيبي لنفس الوقفة اللي هتقف بيها قدام الله يا أحبائي. المسيح يا أحبائي مات موتة صعبة، مات موتة صعبة، ألم وضرب وصلب وشتيم وتف، كله ده عشان ما فيش حد بينا يهوب نحو الجحيم. وبعدين ليه مش مقدرين تعب ربنا؟ وليه مش مقدرين ألام ربنا يا أحبائي؟ وبعدين ربنا يقول لك عملت كل حاجة ليك، ألم وتعب وصلب عشان ما تجيش المكان الوحش ده، لكن أنت مصر تجي برجلك، أعمل لك إيه؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، كرسيك يا رب حتقعد فيه إلى الأبد، ومعك قضيب في يدك، صولجان حتيجي يوم الدينونة تعمل كده، الأبرار على اليمين والأشرار على الشمال. تذكر كرسي المسيح اللي احتقف عليه وأمامه، يدينا حياة التوبة لإلهنا الميد الإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين.